أنا إبراهيم السفسنجي، أنا أكبر واحد بالعيلة، أكتر واحد بحب يقرأ وأكتر واحد بيقرأ. أنا راما بيقار، والقراءة خلتني أرسم الكلمات. أنا يوسف سفسنجي، أنا شاطر بالقراية بالشطرنج. شكرا. أنا ملك بيقار، الكتاب والبيانو لونوا حياتي بالكلمة وباللحن. أنا زرعت بولادي حب القراءة وهيك عملت أختي، وأنا علمتهم على القراءة وازدادوا ذكاء وفصاحة. وأكثر كتب حبيتهم هن الكتب الرياضية لأنهم زادوني مهاراتي بالفوتبول والسباحة، بس أكثر منافس عندي بالعيلة هي رام. القراءة ساعدتني إنه صار عندي كتير معلومات على البيانو وعلى الأشغال اليدوية اللي هن هواياتي. بيقولوا إني حادة اللسان، بس أنا طبعاً ما بصدق هيدا الشيء. شو العيب إنه يكون عندك جواب لكل سؤال؟ مش هيدا هو هدف القراءة؟ بيسموني بالبيت الفصيح لأنه بقرأ كتير قصص. جلسات التحكيم بالبيت مع تحدي القراءة كانت متكررة، كانت كتير صعبة. كيف إذا كانوا الأولاد عم بيترصدوا لبعضهم الأغلاط؟ أنا أسرع وحدة. لا أنا 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 أنا, أنا. أنا.